لازم كرمال هالوطن كل واحد يتنازل شوي ونوصل لاتفاق. اكيد اكيد ممنوع نتصادم هلا بس نوصل على الاجتماع لازم نتفق. انا بقول باذن الله نتفق كرمال لبنان. كرمال لانه قليلي كيف تفركشنا ببعضنا؟ مالنا فركوشي؟ كأنه في يد شريرة عم تفركشنا تما نتفق. ما تتشائموا لو منكون فركشنا بشي بلاطة أو بالسجادة، لكن لابد ما نتفق. ما حدا يقنعني إنه الفركوشي مش مقصودة، في حدا عم يفركشنا. أكيد في حدا، والحدا ما بده إيانا نوصل على الاجتماع ونتفق. يا جماعة ما بدها هالقد، يا حدا عم يمزح معنا يا عم نتفركش ببعضنا، ما بدها هالقد. لا 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 ما بيجوز ما بيجوز. مينو هاللي عم بفركشنا؟ مين؟ بعد فركوشي وحده وما بنوصل على الاجتماع راح ينفك وركي. يا جماعه خلونا نركز نظرنا كيف عم نمشي وين عم ندعس، واذا في شيء عم بفركشنا خلونا نعرف شو هالشيء. يلا هيا هيا هيا. ما قلت لكم في حدا ورا الفركوشي؟ معقول؟ يا كرد عم بمزح معكم، بطل حدا يلكي مسحه.